قلبك معايا للرب، لأنه الساجدون حقيقيون يسجدون بالروح وبالحق. أرفض أي مسافة بينك وبين الرب، لأن الرب لغى المسافة، عبر لينا لكي نعبر لي بالإيمان، عبر لينا وجف الأرض لكي نعبر لي بالإيمان ونتراء أمام العرش، عبر لينا وفدانا لكي نعبر على حساب الفدا ونتراء أمام وجه الرب، مغسولين من كل شكاية، مغسولين من كل ضمير شرير، مغسولين من كل شكاية العدو، مغطيين بدم الرب يسوع. اعلن كده غطاء الفدا، غطاء بر يسوع، غطاء دم يسوع على حياتك، اختفاءك واختباءك في الرب، في الفدا الالهي يسوع على الصليب اللي قال قد اكمل، اكمل كل شيء واسلم الروح فانفتحت السماء. بنعظم فدائك، بنعظم صنيعك، بنعظم الثمن المدفوع ونتيجة الثمن، السماء المفتوحة صلحتنا مع الآب. بنعظم عملك من أجل كل واحد وحدة فينا. استخبى في الرب معايا، اصعد إلى جبل الرب روحك، ارفع عينك للعرش، ارفع عينك للجبل، وهلما نصعد إلى جبل الرب، لأنه
خروجه يقين كالفجر. عظم رب كلماتك، اعبده بالروح وبالحق في اسم الرب يسوع. انت مش جاي تسمع وعظة، مش جاي كما لقوم عاد اجتماع عادي، انت جاي لي مقابلات مع الرب، مع الرب ومع الروح. انت جاي لي مقابلات مع الحضور الالهي، الرب الذي يملأ هذا المكان، لا يملأه من اجل وعظة لكن يملأه من اجل مقابلة، لا يملأه من اجل كلمات. أن ملكوت الرب ليس كلام بل قوة. بنعظم اسمك يا رب أبويا السماوي، املأ المكان، املأ هذا المكان من ذرات الملكوت، املأ هذا المكان من ألسنة نارية ومن جمرات نارية، من ودائع سماوية تنسكب وتلمس كل احتياجات موجودة في هذا المكان. اشبع كل نفس بالرضا، لأن في حضورك شبع، شبع من الفرح ونعم إلى الأبد. أبويا السماوي أسكب في اسم الرب يسوع. استقبل معايا، أنت مش جاي تستمع إلى عظة فقط، فجدد ذهنك لأنك جاي تعبد وتستقبل، جاي تحب وتتكلم، جاي تستقبل من عرش النعمة، جاي تلبس قوة وتلبس لمسات الرب على حياتك وعلى دعوتك وعلى خدمتك وعلى أيامك، لأن الرب يريد أن يضرم كل هذه الأمور في حياتنا. المعية يجدد القوة، عديم القوة تكثر له الشدة. الرب يسكب زيت منعش، إنعاش كل استنزافات وكل موت، كل إعياء وكل إنهاك يتحول باسم الرب يسوع. المعية يجدد القوة، عديم القدرة يكثر له الشدة. رب يسوع بنحبك، بنحب حضورك. أنا أعلن حبنا للرب، لو قادر تقف تعال وقف معايا وأعلن حبنا للرب، أعلن عن وقفتك قدام حضور الرب في نهاية هذا الوقت من العبادة. مجرد أنا أريدك أنك ترفع عينك من نفسك ومن الموسيقى ومن أي حاجة، وانظر للجالس على العرش وقلنا حياتي، كياني، قلبي، أفكاري، صحتي، أيامي، كلها ملكك. بقدمها لك ملك الملوك رب الأرباب، بقدمها لك ملك الملوك رب الأرباب. مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد، مستحق أيها الرب أن تأخذ الكرامة، مستحق
كل من استمع الآن أسكب زيتك، الدهن الطيب يغطي كل الأمور باسم يسوع لكل المجد. آمين. آمين. ازيكم؟ كويسين؟ منورين. تنبيه صغير، السبت الجاي في المقطع هيبقى اجتماع مشترك لمدة سبتين ما بيننا وما بين خدمة دكتور سامي. هنكون بنصلي معا للبلد ونقف مع بعض قدام ربنا. أمين؟ فالسبتين اللي جايين يعني في المقطع هنبقى اجتماع مشترك. ده معلومة يعني اللي بيحضر اجتماع السبت، مش كلكم بتحضروا اجتماع السبت، بس اللي بيحضر اجتماع السبت. تعالوا نفتح كتاب مقدس كورنثوس، رسالة كورنثوس لصاحب تاني، كورنثوس تانية، سوري، كورنثوس تانية صاح ثلاثة.
رب صالح بنأتي قدامه لأن في محضره في حاجة حقيقية. المهم قوي أنه عينينا أبدا لا تفقد أهم حاجة. بحتاج في بعض الأحيان أرجع أذكرني وأذكرنا بأهم حاجة هو قالها، كتاب مقدس قالها، داود قالها، رب نفسه قالها، داود قالها واحدة الآية دي، يعني واحدة سألت من الرب وإياها التمس. يعني كان عندي طلبات كتير بس لما دخلت قدامه سألت حاجة واحدة بس. كان عندي أولويات كتيرة، كان عندي لستة طويلة كنت كاتب 10 نقط محتاجهم من ربنا، بس لما دخلت قدامه واحدة سألت من الرب. بحتاج أذكرني وأذكرنا إن أغلى حاجة في وسط كل حاجة هو الحضور الإلهي. واحدة سألت من الرب. ممكن تبقى ماشي مع ربنا وفي الدوشة وفي الزحمة تتشتت عن الحضور الإلهي. لما نتشتت عن حضور ربنا بنفقد السلاسة، بنفقد المستوى، بنفقد الرؤية المختلفة والسلاسة بتاعت المسير. لما بتدرك الحضور الإلهي أنت بتتحرك في مستوى أعلى من الطبيعي، فوق الاحتكاك الطبيعي بتاع الأحداث والأيام، كأن مفيش معامل احتكاك لحياتك. الدنيا بقت مختلفة لأن الحضور الإلهي بيغلف. لو البعض مش واخد على تعبير الحضور الإلهي، ما ربنا موجود في كل مكان، في مستويات للحضور الإلهي، ربنا موجود في كل مكان، لكن في إدراك للحضور الإلهي على مستوى شخصي. في حضور إلهي كان بيحصل جوه الهيكل، ربنا موجود في كل مكان، بس في بعض الأحيان كان الحضور بيزداد لدرجة السحاب بيملى الهيكل. في العهد الجديد دخلوا في السحابة، وفي السحابة سمعوا الصوت، كان صوت من السماء، هذا هو ابني الوحيد له اسمعوا. فالحضور الإلهي بيكثف، في كثافة للحضور الإلهي، دخلوا في الحضور الإلهي. في تعبيرات كثيرة في كتاب مقدس هكون بحكي عنها ببساطة النهاردة، بس أنا يعني في الأول كده برجع أذكرنا بالأهم حاجة في وسط كل حاجة. داود قالها واحدة سألت. كان ممكن أسأل حاجات كثيرة قوي. عمرك تخيلت كان ممكن يسألوا حاجات كثيرة قوي، بس سأل حاجة واحدة بس، عايز أسكن في حضورك كل أيام الحياة، ما شوفش حاجة تانية غير حضورك، غير وجهك. ده في العهد الجديد ناظرين مجده، وجه مكشوف. تخيل قدامنا امتياز إنك داود طلبها معروضة لينا وإحنا نتشتت عنها. داود كان بيشتاق ليها، اشتاق إليك جسدي، عطشت إليك نفسي في أرض ناشفة وهي بسة بلا ماء، متى أجيء وأتراءى قدام الرب؟ وهي معروضة لينا وليا وليك وبنتشتت عنها. اللي في يوم من الأيام كانوا بيتنشقوا عليها وبيقولها كده واحدة سألته من الرب. أنا في قدامه كان ممكن أسأل كذا حاجة بس سألت حاجة واحدة، أنا أسكن في هيكله. بدي المثال اديته كذا مره قبل كده بس يعني لان ناس كتير بتفكر يعني ما هو حضور ربنا موجود في كل مكان. بدي المثال الكتابي، يوسف والعذراء مريم لما فقدوا يسوع حاسين هو معاهم، بس هم فقدوا الكونتاكت، فقدوا الوجه لوجه، فقدوا انه يشوفوه. عذراء مريم قالت اكيد مع يوسف، يوسف قال اكيد مع العذراء مريم، فالاثنين مشوا بالعادي، مشوا بالمعتاد، وده أخطر حاجة في حياتنا، نعيش بالمعتاد ونتصور أنه أوكي دنيا ماشية، الدنيا أوكي مفيش حاجة مفيش مشكلة، أكيد مع يوسف ويوسف أكيد مع عذراء مريم. بعد 3 أيام لقوه، يعني فقدوه لمدة 3 أيام، عملوا رد فعل طبيعي. كنت بقرأ الشاهد ده قريب، فرد الفعل الطبيعي، ما عرفش بتشوفوا الأباء والأمهات وبعض الأحيان بيتحركوا عكس في نفس اللحظة، بيعملوا خلف خلاف، لأنه لما تفقد ابنك أول حاجة بتلوم فيها نفسك، بس أول ما بتلاقي ابنك بتلوم ابنك.
مش مهم. اوكي. يعني وانت فقد ابنك بتلوم نفسك، اول ما بتلاقي ابنك بتلوم ابنك، وده انفصام في الشخصيه. فاول ما لقوه ما يهمك ان احنا بندور عليك، احنا كنا قلقانين عليك جدا، كانوا بيلوموه. ده رد الفعل الطبيعي، رد الفعل البشري. بس رد الفعل الالهي كان جميل. انتوا قلقانين ليه؟ انتوا بالمعنى يعني تقدروا تلاقوني في اي وقت. ليه؟ لأنه أنا موجود حيث مشيئة أبي. تقدروا تلاقوني في أي وقت. دوروا أبويا بيعمل إيه؟ أنا موجود في الحتة اللي بيشتغل فيها أبويا، أنا موجود في الحتة السماء بتلمسها، أنا عنواني سهل. كتير بنفقد الحضور إليه وبعد كان لومه، أنت كنت فين؟ ورد الفعل الطبيعي بتاع الرب، رد فعلنا الطبيعي هو كده، ورد الفعل الطبيعي انتوا ممكن تلاقوني في اي وقت، انا موجود حيث فيما لابي. حد فاهم حاجه؟ دي وعظه لوحدها كده، خلاص نصلي فاهمين. لانه ده احنا بنطبقه في حياتنا طول الوقت. احنا في اوقات كتيره بنقول له احنا فين، انت فين، فينك في الموضوع ده، فينك في القصه دي، فينك في القصه دي، ونعمل رد الفعل البشري الطبيعي للعذراء مريم ويوسف لما لا، هم فقدوا يسوع ولموه. والرد الفعل الإلهي للقصة البشرية دي الطبيعية دي الترابية دي، انتوا سهل تلاقوني في أي وقت لأنه ينبغي أن أكون في ملأ أبي. فسهل أنك تلاقي ربنا، بس في قصة أنك بتتحرك تجاهه. العذراء مريم ويوسف عملوا اتحركوا تجاهه فلقوه، ولما لموه رد عليهم قال لهم سهل جدا تلاقوني، أنا حيث في ملأ أبي. وبالتالي كتير بنفقد الحضور الإلهي وبنلوم ربنا، والقصة كلها ان بنرجع بقلبنا ونقف قدامه ونعرف انه فيما للآب صالحنا مع الآب، وامام الآب بنلاقي يسوع، وامام الآب بنلاقي الحضور والروح القدس بينسكب، وبترجع تتراءى قدام وجه الرب. القصة كلها كده انك بتتراءى قدام وجه الرب، قدام الآب، ونعمة يسوع بتنسكب، روح القدس بينسكب، بتسكن في الحضور، ومن الحضور الإلهي كل حاجة بتحصل. فأنا برجع أذكرني وأذكركم كورنثوس الثانية صح 3، كورنثوس الثانية صح 3 عدد 7. إن كانت خدمة الموت المنقوشة بأحرف في حجارة، إن كانت خدمة الموت المنقوشة بأحرف في حجارة قد حصلت في مجد، حتى لم يقدر بنو إسرائيل أن ينظروا إلى وجه موسى بسبب مجد وجهه الزائل، فكيف لا تكون بالأولى خدمة الروح في مجد؟ المقارنة طبعا ما بين كلمة عدد 7 خدمة الموت المنقوشة في حجارة مع خدمة الروح. وكانت خدمة الموت قد تمت في مجد، فكم بالحري فكيف لا تكون بالأولى عدد 8 خدمة الروح في مجد. كانت خدمة الدينونة مجد، فبالأولى كثيرا تزيد خدمة البر في مجد. إن كان الممجد أيضا لم يمجد من هذا القبيل بسبب المجد الفائق، إن كان الزائل في مجد فبالأولى كثيرا يكون الدائم في مجد. إذ لنا رجاء مثل هذا، نستعمل مجاهرة كثيرة. يمكن آية 12 مش مشهورة، بس آية 12 جميلة. بولس بيقول لأنه بالمقارنة بخدمة الموت خدمة الروح في مجد أعظم، خدمة الدينونة بتاعت موسى والأنبياء، خدمة الموت بتاعت موسى والشريعة، فبالأولى كثيرا تكون خدمة الروح، خدمة البر، خدمة الدائم في مجد أعظم. علشان كده إذ لنا رجاء مثل هذا، إحنا عندنا جرأة، إحنا عندنا مخاطرة، عندنا جرأة إن إحنا نتحرك بطريقة فيها مجازفة. ليه؟ واثقين إنه إن كانت خدمة الموت في مجد فكم بالحري خدمة الروح في مجد أعظم.
بصوا ال 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 في تعبيرات في الكتاب المقدس يقول لك السليكون في الروح، كنت في الروح، التواجد في الروح. في تعبيرات كده اسمها في الروح، زي تعبير في المسيح، آيات أفسس، آيات كلوسي. في تعبير مشهور قوي حتى كتب نزلة اسمها في المسيح، إزاي إن حياتك مستترة في المسيح، إزاي إنه الفدا والقيامة والصليب، وإحنا كنا في المسيح. أيضا في آيات تانية مكتوبة إنها في الروح، تواجد في الروح، السالكون في الروح، كنت في الروح. آية مشهورة قوي في يوم الرب بتاعت يوحنا في رؤية واحد، كنت في الروح. وبالتالي في حاجة، في حالة اترفعت لينا، في حالة اتوجدت لينا، فيها المعجزة، السكيب، القوة، الانتصار، انك مش بتتفرج على حاجة من بعيد زي ما العهد القديم كان بيحصل، خدمة دينونة او خدمة حرف، الشعب كان بيتفرج من بعيد. التواجد في الروح هو شعب بينزل في النهر، هو شعب بيتقدم وبيخش لحالة. احنا في الجسد لسه، بس يوحنا قال كنت في الروح، يعني انا في الجسد بس دخلت الى حتة معينة. رومية 8، خليني اقرا لك حبة ايات رومية 8، كلنا عارفينها، رومية 8 مشهور لانه صح، مشهور قوي. فاكرين سبعة؟ كل ما حاول أعمل الحسنة أجد الشر حاضر عندي، حاول أعمل حاجة كويسة ألاقي نفسي بلخبط الدنيا، أحاول مش عارف. فاكرين الحتة دي؟ وبعد كده فجأة يقول إيه؟ ناموس روح الحياة أعتقني من ناموس الخطيئة والموت. لا شيء من الدينونة، رومية 8:1، لا شيء من الدينونة الآن الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. دول سالكين حسب الروح، دول سالكين حسب الروح، يعني معروض ليا. هو قال كده، انا ممكن اعيش في الجسد وبس ده بيخنقني، ممكن اعيش في الروح ولا شيء من الدينونة، الدنيا بتتفتح وانا سالك في الروح. السالكين حسب الروح. خليني اكمل معاك عدد 4، لكي يتم حكم الناموس فينا نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. الذين هم حسب الجسد بما للجسد يهتمون، لكن الذين حسب الروح فبما للروح. اهتمام الجسد موت، اهتمام الروح حياة. خليني أنط معاك عدد 12، إذن أيها الإخوة نحن مديونين ليس للجسد لنعيش حسب الجسد، إن عشتم حسب الجسد ستموتون، إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. إذن بالسلوك حسب الروح النتيجة الطبيعية الجسد ما بيتحركش. إزاي تنتصر على الجسد؟ قلق الجسد، انزعاجات الجسد، اللخبطة بسيطة واضحة، في حاجة إن أنت في الروح، السلوك حسب الروح. إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. كل الذين ينقادون بروح الله هم إيه؟ كل الذين ينقادون بروح الله أولئك هم أبناء الله. بصوا أنا يعني معظمكم عارف الآيات دي، بس أنا بذكرك بيها لحاجة معينة. الحياة في الروح هي الحياة في الحتة اللي أعلى من مستوى الجسد، معاملات الإعاقة الطبيعية، المحكات الطبيعية، القلق الطبيعي، في حتة مختلفة خالص في الحياة في الروح. الآية اللي قلناها كلكم حافظينها، كنت في الروح في يوم الرب. قبليها يوحنا كان فين؟ أنا يوحنا كنت في جزيرة بطمس، فاكرين؟ بسبب الإنجيل، ماشي، شريككم في الضيقة، فكنت في جزيرة بطمس، بس بعد شوية كنت في الروح. في اختلاف ضخم، كنت في جزيرة بطمس شريككم في الضيقة بسبب الإنجيل، حلو قوي، بس كنت في الروح فسمعت صوت ورأيت وقال لي تعالى اصعد، رؤية 4،
اطلع الى هنا فاريك ما ينبغي ان يكون. فكنت في الروح، عارفين ده رؤيا 4، فمره ثانيه يقول كنت في الروح. في حاجه بتحصل في حضور ربنا بتنقلنا، والكتاب المقدس يقول لك ان كانت خدمه الموت في مجد فكان بتحاله تكون خدمه الروح في مجد اعظم. تقول ده كلام كبير، بيكلم خدام، بيتكلم انت على رؤيه وسفر الرؤيه لا ده يسوع قال هذا الكلام للسامريه، قلت نعبد هنا ولا نعبد هنا، نشرب من البير ده ولا نشرب من البير ده، نطلع الجبل ده ولا نطلع الجبل ده. قالها بصي السؤال غلط. الساجدون الحقيقيون يسجدون ايه؟ الروح والحق. في حاجه لما دي حاجه بتخش لها، دي حاجه ما تفرجش عليها. ده الفرق ما بين القديم والجديد، العهد القديم والعهد الجديد، الزائل والدائم. انك مش بتتفرج على حاجه اني مور، انتهى عصر انك تتفرج على حاجه، دخل عصر انك تخش في هذا. السالكين في الروح، السالكين حسب الروح، كنت في الروح، التواجد في الروح. ده دي الحاله الطبيعيه للسامريه واليوحنا. سامرية لسه جاية بيبي في حضور ربنا، ويوحنا رسول بقاله أكتر من 70 سنة. الاثنين هي دي الحالة. قالها بصي يا سامرية السؤال غلط، لأنك أنت لسه بيبي. بس عايز أقولك المفتاح هو ببساطة اسجدي بالروح وبالحق. الآب طالب مثل هؤلاء أنك تخش في الروح وفي الحق، تخش في الكلمة، تخش في الروح، يعني بتفتح روحك، تفتح كيانك، تقف قدام الآب. هو ده المشهد، السماء بتتفتح، الآب بيبص، روح القدس بينسكب، أنت موجود في يسوع المسيح. فأنت في المسيح بيؤدي أنك أنت في الروح، أنت في الإيمان، أنت في الاتكال. الإيمان بيدخلك لما لا يرى، للحقيقة الموجودة في اللي مش منشاف. أوكي أشرح الجملة دي. عالم الروح مليان حقائق مش متشافة. الروح القدس مليان معجزات، مليان سكيب. باركنا بكل بركة روحية فين؟ في السماويات، في المسيح يسوع. الفدا فتح مائدة معدة ليك في الروح. الفدا فتح سفرة مفروشة عدة لي مائدة تجاه مضايقية. الشعر يقول لك وليمة سماء. في حاجة معدة ليك في الروح، هي مش متشافة، مش مرئية، بس الفدا دفع ثمنها خلاص. الإيمان بيخليك تاخد الحقيقة الموجودة في المش متشاف. فالإيمان بيدخلك، ده اتكال، ده إيمان بيدخلك للروح، بيدخلك للوليمة المش متشافة، بس هي حقيقية أكتر من المتشاف. فالمتشاف أضعف من الموجود في الروح. عشان كده الرب فتح قال إن كان خدمة الموت بتتفرج في مجد وجه موسى، فكان بالحري خدمة لما تكون في الروح، خدمة الروح في مجد أعظم، لأن خدمة الروح بتدخلك للوليمة المعدة. إيمانك بخدمة الروح، تقولي إحنا ما اختبرناش كده، فين أيام موسى؟ واو كان جميلة، فين أيام؟ قرأت لكم الآيات مش أنا قايلها. كانت خدمة موسى في مجد، كان بالحري خدمة الروح في مجد أعظم. طب ليه ما بنختبرش ده؟ أوكي حلو قوي. ما القصة كلها المفتاح اللي قالوا للسامرية البيبي واللي حصل مع يوحنا في الروح. تواجد، السكنة، السلوك، السالكين في الروح. ولأني سالك في الروح أنا موجود في حتة من العبادة، أنا بخش، أنا بتقدم، أنا بقف، أنا برفع إيماني، أنا برفع إيدي، أنا متصالح على السماء. داود كان مشتاق أنه يرى يوم زي كده. الأنبياء اشتهوا أن يروا وأن يسمعوا، لكن اتفتحت لنا في الفدا بتاع يسوع المسيح، وإحنا بندربك بنتدربك عن الحقيقه، بنتدربك عن المكان، عن التواجد، عن الحته المفتوحه لينا، معروضه لينا. وفي الروح في وليمه. كنت في الروح فرأيت. الموضوع اختلف تماما. يوحنا اتنقل تماما من حاله الى حاله. السامريه فهمت الكي في الروح. تقرا كده في يهوذا، مصلين كل حين في الروح القدس. في حاجه في طب تعالوا نروح لحزقيال. احنا كلكم عارفين احنا تحكوا عليا، ربنا يسامحكم. الاجتماع ده
بيتتبع الإعلان الروحي، مش هقول دراسي حاضر عشان تضحكوا علي، الاجتماع ده بيتتبع الإعلان الروحي في الكتاب المقدس. احنا ابتدينا من تكوين وصلنا لحزقيال، فهو مش دراسي بمعنى أكرر نفس الكلام، مش دراسي بمعنى آية آية صح صح خلفية تاريخية. كل القصص دي مهمة جدا جدا جدا، بس مش ده اللي حاصل في الاجتماع ده، أو مش ده اللي مشغول بيه. أنا مشغول بيه إحنا نتتبع إعلان ربنا، نتتبع إيه الإعلان الروحي. الروح القدس هو كاتب هذا الكتاب المقدس، هو الكاتب. لو في كذا كاتب كتبوا بطريقة جسدية لكن كانوا موثوقين بالكاتب الأساسي هو الروح القدس، موثوقين بالروح القدس، فالروح القدس هو اللي كتب الكلمة. فاحنا بنتتبع الإعلان، فما بنمشيش إصحاح إصحاح، لكن بنمشي النهر ماشي إزاي في الكلمة. لما تبص على حزقيال ببساطة، حزقيال كان في السبي، أول 24 إصحاح كان موجود في السبي الأول قبل ما تسبى أورشليم بالكامل. فأول 24 إصحاح كان موجود في سبي وبينبههم، بيقولهم السبي حيزداد. وبعد من 25 يبتدي يتكلم بعد خلاص حصل السبي الكامل. هو كان من المجموعة الأولى للسبيت العشر تلاف الأولين للسبو، وبعد كده حصل سبي كامل. فمن بعد 25 بيتكمل. احنا ما بنحكي عن التقسيمة بعد كده، مش النهاردة يعني. بس حزقيال كاهن موجود في السبي، ولما تقرا القصه الخلفيه بقى يعني، بس مش مشغول بيها، خلفيه الشخصيه نفسها، حزقيال كان شاب صغير. حزقيال كان حوالي او لما السبي كان حوالي 25 سنه وكان متجوز. فتجد ان في حاجه، وتكتشف من الكلمات من بعض الجمل الموجوده في حزقيال ان حصل خبطه جواه، حصل كسره جواه، حصل حاجة تزعزعت جواه بسبب السبي. فهو اتاخد وهو شاب 25 سنة، ابتدت النبوات معاه، لأنه تنقل من كاهن إلى نبي في القعدة اللي موجودة في حزقيال واحد دي، وهو عنده 30 سنة. بس هو كان من سبط كهنة، فابتدى خدمته وعنده 30 سنة. فحزقيال موجود في السبي، حزقيال اللي جواه صدمة شخصية، بيتقابل في الإصحاح الأولاني مع اللي أنا عمال بقوله ده. بس قبل ما نقراها، كلكم عارفين حزقيال واحد لأن قرناه قبل كده، بس هنقراه تاني لأنه حلواوي. إن كانت خدمة حزقيال في مجد، إن كان اللي شافه حزقيال في خلوة في العهد القديم في مجد، فكان بالحري خدمة الروح في مجد أعظم. أمين؟ تعالوا نقرأ. كنت في السنة 30 في شهر الرابع في الخامس من الشهر، وأنا بين المزبيين عند نهر خبور، أن السماوات انفتحت فرأيت رؤى الله. في الخامس من الشهر، السنة الخامسة من سبي يوياكين الملك، السنة الخامسة دي بالنسبة له يعني كان بقاله 5 سنين، صار كلام الرب إلى حزقيال الكاهن ابن بوزي في أرض الكلدانيين عند نهر الخبور، وكانت عليه هناك يد الرب. تعبير يد الرب هو تعبير نبوي رمزي للروح القدس، بس مش محتاجينه يعني، لأنه هو بيتكلم عن الروح القدس بكل وضوح بعد كده. بس أنا بوريك، كانت عليه هناك يد الرب. نظرت وإذا بريح عاصفة جاءت من الشمال، سحابة عظيمة، نار متواصلة حولها لمعان، من وسطها كمنظر نحاس لامع من وسط النار، من وسطها شبه 4 كائنات، هذا منظرها لها شبه إنسان. فالكائنات الروحية دي كان الشكل العام كأنها إنسان باتنين رجلين مستقيمة. الأقدام كانت أقدام مش بشرية، لكن الكائن بصورة عامة كان شكله كشكل إنسان، في أجنحة وله 4 وجوه، لكن الكائن ده كائن روحي. هذا الكائن الروحي كان شكله العام كأنه إنسان بأجنحة ب4 وجوه، لكل واحد 4 أوجه ولكل واحد 4 أجنحة، عدد 8 أيدي إنسان تحت أجنحتها على جوانبها 4.
وجوها وأجنحتها لجوانبها الأربعة. أجنحتها متصلة الواحد بأخيه، لم تدر عند سيرها، كل واحد يسير إلى جهة وجهه، شبه وجوهها، وجه إنسان، وجه أسد اليمين لأربعتها، وجه ثور من الشمال، وجه نسر لأربعتها. أجنحتها مبسوطة من فوق لكل واحد أسنان متصلان. عدد 13، شبه الكائنات منظرها، الكائنات لأن التعبير حقيقي بيحمل بعض الكائنات، التعبير العربي اللي مترجم في الترجمة دي، شبه الكائنات منظرها كجمر نار، كجمر نار متقدة، يعني نار متواصلة ببعض، كمنظر مصابيح هي سالكة بين الكائنات، للنار لمعان، من النار كان يخرج برق. حد قادر يدرك انه شاف سحابة حواليها نار، حوالي النار لمعان، وفي وسط السحابة بوابة بتتفتح، ده النحاس اللامع اللي شافه، ومن البوابة دي، بوابة الروح، يد الرب موجودة، كأن السماء اتفتحت كده، بوابة اتفتحت، وابتدى يشوف كائنات روحية، الكائنات الروحية دي بتحمل معاني نبوية خرجت من هذه البوابة الإلهية. بس يقول لك كده، الكائنات دي مليانة النار كجمر نار، من النار دي اللي هي مليانة منها في برق خارج. الكائنات راكدة وراجعة كمنظر البرق. نظرت الكائنات وإذا بكرة واحدة على الأرض بجانب الحيوانات بأوجهها الأربعة، منظر البكرات أو العجلات وصنعتها كمنظر زبرجد، حجارة كريمة. خلي بالك، هي على الأرض، هذه العجلات على الأرض، عدد 18، أما أطرها، الإطار بتاع العجلات دي عالية ومخيفة، أطرها ملآنة عيونا حواليها الأربع. المشهد لما تبحث وراء العجلات دي موجودة في الأرض، عجلة داخل عجلة موجودة في الأرض بس واصلة للسماء، والكائنات الروحية دي بتتحرك جنبها، فالعجلات الروحية دي ربط السماء بالأرض، والكائنات الروحية دي بتتحرك معاها. عدد 20، إلى حيث تكون الروح لتسير يسيرون، إلى حيث الروح لتسير والبكرات أو العجلات ترتفع معها، لأن روح الكائنات كانت في العجلات، أتاري العجلات دي ده الروح، وتاري الكائنات دي الكائنات السماوية المتحركة مع الحضور الإلهي، فالكائنات تتحرك مع العجلات العالية اللي أطورها عالية ومخيفة موجودة على الأرض ولمس السماء، والكائنات الروحية دي بتتحرك مع هذه العجلات إلى حيثما تذهب، لأن ده الروح، لأن ده روح الكائنات في العجلات دي، العجلات دي ده الروح. إذا صارت تلك صارت هذه، إذا وقفت تلك وقفت، إذا ارتفعت تلك عن الأرض ارتفعت العجلات معها، أن روح الكائنات كانت في العجلات. إيه القصة؟ يعني ما ينفعش ينفصلوا، ما ينفعش الكائنات دي تنفصل عن العجلات، لأن ده الروح. لما صارت على 24، سمع صوت أجنحتها كخرير مياه كثير، كصوت القدير، صوت ضجة كصوت جيش، ولما وقفت أرخت أجنحتها. عايز أقول لك إن في آيات مشابهة زي كده في سفر الرؤيا، مش عايز أعمل مقارنة وأعمل دراسة، ممكن أعملها دلوقتي بس مش وقتها، إنك تكتشف إن ده الحالة المحيطة بالحضور الإلهي. عشان كده يوحنا سمع صوت مياه كثيرة، سمع صوت جيش، سمع صوت ضجة، لأن ده الأجواء المحيطة بالعرش، دي الكائنات المحيطة بالعرش ده، وحركة العجلات دي هي المحيطة بالعرش، فلما تحركت الكائنات سمع هذا الصوت كصوت القدير، كخرير مياه كثيرة، صوت ضجة كصوت جيش.
عدد 25 كان صوت من فوق المقبب الذي على رؤوسها. تاري الكائنات دي شايله ستيج كده بقبه فوق المقبب. عدد 26 فوق المقبب الذي على رؤوسها شبه عرش كمنظر حجر عقيق ازرق، على شبه العرش شبه كمنظر انسان عليه من فوق. رايت مثل منظر نحاس لامع كمنظر نار داخله، نار من حوله، من منظر حقويه الى فوق ومن منظر حقويه الى تحت. رايت مثل منظر نار لها لمعان من حولها. أرجو أن تكون بتسمعني، أرجو أن تكون بتشوف اللي بيتأهل. كمنظر القوس التي في السحاب يوم مطر، هكذا كان منظر اللمعان من حوله. هذا منظر شبه مجد الرب. لما رأيته خررت على وجهي وسمعت صوت متكلم. إن كانت خدمة حزقيال في مجد، فكم بالحري خدمة الروح في مجد أعظم. حد لي نفس ولا ما نكونش نفس؟ نفس في ايه؟ نفس تكون في الروح، لان في الروح انت معروض ليك اكتر من كده. لو خدت بالك في تعبير عمال بيتكرر اسمه شبه، يقولك شبه كذا، شبه زبرجد، شبه مجد، شبه مش عارف ايه، شبه مش عارف ايه. تعرف ان في العهد الجديد الكلمه دي بتتلغي؟ رساله العبرانيين قال دول كانوا بيخدموا اشباه وظلال، قال ده كانوا بيعبدوا شبه المسكن، لكن لنا مسكن روحي. كل شبه، كلمة شبه دي، هذا منظر شبه مجد الرب. النهاردة في العهد الجديد تقول هذا هو مجد الرب، مش شبه مجده. ولو منظر شبه المجد كان بالإبهار ده، أنا حسنا عايز أسيبكم أخذ الإنجيل وأخذ خلوتي. لو بمنظر شبه المجد كان بالإبهار ده، فكان بالحري شبه المجد نفسه. لما حزقيال في العهد القديم اللي مفيش دم، مفيش فدا، مفيش مصالحة مع السماء، مفيش مصالحة مع الآب، اختبر خلوة زي كده، كان بياخد خلوته عن نهر خبور بين المذبيين، فالسماء اتفتحت واتفتح بوابة سماوية وابتدى يرى إعلانات الرب ويسمع صوت من الرب وكصوت رعد ويتقابل مع الرب. فكان بالحري خدمة العهد الجديد، خدمة البر مش خدمة الدينونة، في مجد أعظم. كان بالحري معروض لروحك إنك تخش الحتة. أنا عارفين إيه هدف المشاركة دي، واخدها من حزقيال. هدف المشاركة دي أقف وراك كده وأقوم زقك في الروح. ما تفضلش واقف في الجسد. تقولي يعني إيه واقف في الجسد؟ تقولي أنا أصلاً حاسس، أصلاً في ظروف، أصلاً بنمر بحاجة، أصلاً دماغي فيها حاجات أوكي. وأنت واقف فعلاً كده، أنت حاسس كل الحاجات دي، بس تيجي ترمي نفسك في النهر، تيجي تزقك كده وتتزق في عمود النار، تتزق في الروح، في الروح، في الروح، في يعني إن يعني جوه، يعني محاط، يعني مصلين كل حين في الروح، السالكين في الروح، كنتوا في الروح، السالكين في الروح، الذين ينقضون بالروح هم أولاد الرب. حاجة معروضة ليك من أول البيبي السامرية للرسول يوحنا، القصة هي الرب الآب طالب مثل هؤلاء، لأنه في الروح بيخشوا لحتة مش طبيعية. تقول الكلام كبير قوي، عهد قديم، أقولك ده شبه، ده الفكة، ده مش الدسم، ده مش الموجود في الإيمان اللي بتخش ليه للحقيقة الموجودة الغير مرئية بس موجودة ليك وليا. الحتة اللي فيها كل مخازن الآب، باركنا بكل بركة روحية. قال كده فوق ما تطلب أو تتخيل، أكثر جيما ما تطلب أو تفتكره في المسيح يسوع. تفتكره يعني أفكارك وصلت لفين؟ آخر ما عندك،
موجود في المسيح يسوع. طب ليه انا مش بمر بكده؟ ليه احنا مش بمر بكده؟ لان القصه احنا محتاجين حد يقوم زقنا في الروح. وفي الروح في حاجه مختلفه من الادراك، من الصوت، من السماع، من القياده، من الانتصار، من الغلبه. بولس قالها في روميا 7 وكلنا عارفينها، صراع الجسد والروح. وفجاه اخيرا بولس يقوم منفجر. اللي دارسين روميا 7 وروميا 8، اخيرا اعظم الرب. قبلها بيقول ويحي انا الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ بعظم الرب. ليه؟ الروح القدس. ايه اول ما بخش في الروح الجسد ما بيطلعش حس. القلق، الدوشه، الظروف، الخوف، حصل لي اقول ايه، هعمل ايه؟ قال الروح يشفع فيكم بانات لا ينطق بها. الروح يعلم ما هو احتياج الجسد ويشفع فيكم، هو يصلي فيكم. ما تقلقوش، لسنا نعلم كيف نصلي كما ينبغي. نصلي للبلد ازاي؟ نصلي للبيت ازاي؟ نصلي للظروف ازاي؟ نصلي والدنيا متلخبطه، خلاط حلو قوي، محتاج حد يزقك في الروح. لان في الروح لست تعلم كما تصلي كما ينبغي، لكن الروح يشفع فينا بحسب مشيئه الاب. بيقوم مصلي بحسب مشيئه الاب بيصلي. عشان كده يهوذا قال مصلين كل حين في الروح. بولس قال في افسس 6 مصلين كل حين في الروح، نفس التعبير تقريبا. ليه؟ لان لما بتخش بتتنقل من الحاله، انا واقف اهو، انا مضطرب، انا خايف، انا جاي، انا عندي مرض، انا جيت الاجتماع ده، انا واقف اهو، انا حاسس، انا شايف. بس من فضلك ما تعملش كده. من فضلك، ده عهد قديم، انك تقف تتفرج على موسى، او تقف تتفرج على حاجه بتحصل، او تقف تصلي من بعيد. ده مش العهد الجديد. العهد الجديد انت بتغطس، انت مشارك، انت بتخش، انت قال لها كده، بص سيبك من تعبدي فين السامريه، سيبك من تعبدي فين. الاب طالب ناس بتخش في الروح، لان السجنوا حق الناس في الروح وفي الحق، بالروح وبالحق. فحزقيال اللي بيشوفه ده اللي احنا بنقراه ونقول يا ده الفكه، ده اللي هو يعني نعمه بتنسكب عليه في العهد القديم، فبيتغير المشهد قدامه. بس في حقيقه اعمق من هو بيشوفه كمان. صح 2:1، فقال لي يا ابن ادم قم على قدميك فتكلم معك، فدخل في روح. لما تكلم معي اقامني على قدمي فسمعت المتكلم معي. ما اعرفش انت شايف الديناميكيه اللي بتحصل ولا لا، بس تعبير دخل فيا روح ده متكرر في اول 3 أصحاح 4 مرات. دي قاعده واحده، هو قاعد مع ربنا، بس روح القدس عمال ليه؟ لانه بدون ما تنفعش تتحرك الا جنب العجلات. كل حاجه ربنا بيوريها هي ليها درس، مش عشوائيه. ليه حزقيال شاف المشهد اللي احنا شفناه ده بتاع الكائنات الروحيه والعجلات؟ مش علشان ده رساله، يعني مش ربنا عايز بس يخده، يعني يوري نفسه، يعني شقف. لا، ده بيوصل له رساله معينه لها علاقه بحزقيال، ولها علاقه بتحمل رساله. زي ما زكريا شاف منارة وزيت وزيتونتين، فقام سأل الملاك ايه دي؟ فالملاك قال له انت مش فاهم؟ قال لا مش فاهم. قال له ازاي مش فاهم؟ اللي انت شايفه دي رسالة. فالمشهد مش مشهد للفرجة، المشهد بيحمل رسالة. طب ايه الرسالة من المنارة والزيتونتين؟ لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. اقرا زكريا 4. وبالتالي المشهد دايما بيؤدي الى جمله او رساله او كلمه. فالمشهد اللي شافه حزقيال ده بيؤدي الى رساله. طب ايه الرساله؟ الدنيا متلخبطه سياسيا، الدنيا متلخبطه، امه وسبي وظروف وممالك وقصه ولخبطه، وشعب صغير مش عارف راسه من رجليه. والمشهد يرى مقبب، جالس على المقبب، نار من حقويه لراسه من حقويه لرجليه،
مليان نار، شبه مجد الرب حوله قوس قزح مليان لمعان. ده قوس قزح طبعا ده اعلان العهد، عهد الرحمه، عهد النعمه اللي عمله مع نوح. فشاف العرش، شاف الجالس على العرش، شاف نار، شاف مجد الرب، شاف الرب الناري اللي جالس على العرش، السيطره، الهيمنه، السياده الالهيه، الكنترول الالهي. بس قبل ما يوصل ده اخر حسقيال واحد، قبل ما يوصل للحته دي هو شاف حاجه تاني، شاف كائنات روحيه متحركه باعلانات عن يسوع. بس الاعلانات دي مربوطه بالروح، عشان كده البكرات دي الاعلانات دي متحركه جنب البكرات دي. ايه الرساله؟ حسقيال انت محتاج تتحرك مع العجلات دي علشان تختبر السياده الالهيه. هرجع اقول مره تاني، حسقيال ما شافش اللي احنا قريناه ده علشان يقول الله، هو شاف الأرينادا عشان يطلع منه معلومة. لأن ربنا مش بيوري حاجة علشان تتفرج وتقول، وإلا كان حيوري نفس الحاجة لكل حد، لكن كل حد كان بيوري جانب معين عشان يوصله من الجانب ده رسالة. ففي عرش، في جالس على عرش، ده السيادة الإلهية، بس مرتبطة بحاجة، مرتبطة بحركة من الروح القدس اللي بتحرك إعلانات عن يسوع. كلكم عارفين إحنا حكينا طبعا هنا عن مساحات العرش قبل كده على مستوى شخصي، بس النهاردة أنا مش هقعد في الحتة دي خالص. أنا هقول ببساطة المعنى المشهور إن الأربع أوجه دي أربع أوجه عن الرب يسوع المليان محبة الإنسان، الأسد الغالب، التور الفادي اللي فدانا، والنسر اللي عالم الروح والسماويات المفتوحة. الأربع أوجه بتاعت يسوع، واللي كان حذقيال محتاج يشوفه، أنا مليان محبة، أنا مليان انتصار، أنا أسد، أنا مليان فدا وتحمل، وأنا مليان عالم الروح، أنا كالنسر. بس الأربعة دولة يسوع اللي لينا، بصوا احنا محتاجين ندرك ده. مش هخش. طيب اوكي، الاربعه دول بيتحركوا مع اللي بيتحركوا في الروح، بيتحركوا جنب البكرات والعجلات. ممكن تسمع الوعظه دي وتقول اوكي وعظه، لا مش الهدف وعظه، هدف انك تترمي جوه البكرات دي، لان في حركه البكرات اعلانات يسوع بتستعلن، الاسد الغالب، المحبه الالهيه، الفدا الالهي، وعالم الروح بيتفتح ليك. الاربعه دول ما بيتحركوش الا جنب، في البكرات، في العجلات، في الروح. فلما كنت في الروح شفت، سمعت خرير، صوت جيش، مركبات، ضجه، وشفت يوحنا كنت في الروح فسمعت، ويقول سمعت صوت جيش، سمعت صوت مركبات ورايا، التفت سمعت صوت الرب كصوت مياه كثيره. اقرا رؤيا، انا مش عايز اقلب رؤيا واحد. فوقع قدامه كميت، يوحنا واحد سفر الرؤيا، صح يوحنا، صح واحد، صح يوحنا. فالمشهد بيحمل ليك رساله. ايه الرساله لحزقيال؟ ايه الرساله لينا؟ ايه الاعلان الروحي؟ ببساطه في وسط تقلبات، في وسط حيره، في سياده الهيه، بس السياده الالهيه دي مرتبطه باعلان يسوع، واعلان يسوع مرتبط بالكون في الروح. عشان كده بعد كده دخل في روح فلمسني اقامني رفعني روح. تجد بقى التعبير ده متكرر في حزقيال حوالي 25 مره، التعبير ده دخل في روح، حملني روح، رفعني روح. فالشخص تقول إيه؟ اوكي ايه فايدته ده ليا؟ لا ده ليه فايده غير عاديه. لو انت في ظروف زي حزقيال انت محتاج انك تختبر ده. لو عهد القديم قد تم في مجد فكان بالحري خدمه الروح، العهد الجديد في مجد اعظم. فاعمل ايه؟ اوكي انت بتقف في المكان اللي فيه، انا مش بتفرج اني مور، انتهى وقت الفرج في الحياه المسيحيه. انت وانا محتاجين، انا دوري النهارده اني بقف وراك ولا او مزقك كده في الروح. ليه؟ ما تفضلش واقف مكانك، محتاج حد يزقك في الروح. الاب طالب هؤلاء السالكين في الروح، المصلين في الروح، المتواجدين في الروح. ان كنتم
في الروح تميتون أعمال الجسد فبالروح ستحيون. يعني قدامك حالة إنك تعيش في الروح والجسد ما يبقاش بيتكلم، بمعنى إنك مش في المحكات، مش بس جسد الخطية، لا جسد القلق الخوف كل القصة دي. فقال لي يا ابن آدم قم على قدميك فتكلم معك، فدخل في روح لما تكلم معي أقامني على قدمي فسمعت المتكلم معي. صح 8 وإحنا رحين لتمانية عدى على 3 في السكة. مازال طبعا أرى سفر، فقال له كل درج يعني، فأكله فصار في فمك الحلاوة، وقال له امضي تكلم. كل ده في الخلوة لسه، صح لسه في الخلوة. على 22 كانت يد الرب علي هناك، قال لي قم أخرج إلى البقعة هناك أكلمك، فقمت وخرجت إذا بمجد الرب واقف هناك كالمجد الذي رأيته عند نهر خابور، فخررت على وجهي فدخل في روح وأقامني على قدمي كلمني وقال لي. نفس القصة، مجد رب، تكتشف ان قصة ان يقف قدام المجد، يعني المشهد اللي شافه في حزقيال 1 اتكرر معاه في اخر 3، اتكرر معاه في 8، اتكرر معاه في 10، اتكرر معاه كذا مرة بعد كده، ان يقف قدام الرب ورا المجد اللي رآه ويمتلئ بروح القدس، يسقط عند قدمي والروح يوم رفعه وكيتكلم معاه. ليه؟ الكاهن عمال بيتحول لنبي، الكاهن عمال بيتحول لنبي، المصلي العادي، البنت العادية اللي كانت مجرد كلمة كاهن يعني حد مصلي واقف قدام الرب، البنت العادية اللي كانت بتحضر اجتماعات طول وقتها خلاص تحول الأمر، ما بقاش الكاهن في محضر الرب، بيتحول إلى نبي بلغة روحية. يعني إيه؟ يعني بطل تتفرج، انت بتخش، انت بتترمي في الروح، انت بتخش في حتة تسمع وتشوف وتتملي، بتخش في حتة مختلفة عن الطبيعي، وما ينفعش تكمل لأن الظروف اللي حواليك ما بقاش زي زمان، ولا انت عايش في حتة تاني، ولأن الظروف اللي حواليك ما بقاش زي زمان انت محتاج، وانا محتاج جدا اكون في الروح، لأن في الروح المشهد مختلف، السيادة مختلفة، العرش مختلف، حركة مع الروح مختلفة، واعلان يسوع مختلف، هو الحب ليك في كل لحظة، هو الاسد الغالب في كل لحظة، هو الفدا في كل لحظة، هو الاعلان في كل لحظة. فانت مش متروك، ده انت مصاحب بهذا الحضور الالهي اللي مليان اعلانات يسوع، من اسد غالب قدام كل خوف، من محبه قدام كل صغر نفس، من فدا قدام كل حاجه ابليس بيرميها على حياتك، ومن اعلان ده النسر. فانت مش مستخبي من الرب، مش بعيد عن الرب، طول ما انت في البكرات دي في الروح اتفتح ليك هذا المجال، تكون في الروح. هذا التعبير دي ايه بالنعمه؟ ايه اللي دخل لي في المسيح؟ بتوقف قدام الرب في حاجه بتنسكب، بتتصالح مع الاب في المسيح يسوع الروح القدس، بتنسكب بس بتخش ليه، ما بتفقدوش في السكه وتكمل وبتصلي برضو. لا، ممكن تصلي مش في الروح. وانا مش بتكلم على صلاه بمواهب الروح القدس، انا بتكلم على الصلاه في الروح. يعني ممكن تصلي في الجسد، ممكن تصلي في النفس، ممكن تصلي في الروح. بمعنى ايه؟ انك بتصلي في الحضور الالهي، بتصلي في الروح، الروح القدس هو اللي بيشفع فيك، بيصلي بالعربي، مش بتكلم عن مواهب الروح القدس، بتكلم عن بتصلي بالعربي بس في الروح. انت في حالة الروح، في البكرات الروحية اللي فيها مشيئة الرب، مقاصد الرب، ما فيهاش معامل الاحتكاك الطبيعي، لانك في الحته اللي مليانه اعلان، مليانه اسد غالب، مليانه حب، ومليانه فدا. مفسرين كتير يقولوا ما اعرفش انتوا عارفين الايه دي، يهوذا، يمكن ايه مش مشهوره، يهوذا، افتحوا سفر يهوذا لو معاك انجيل، مش معاك انجيل، يقولوا ان يهوذا مش بيتكلم عن مواهب الروح القدس، وانا موافقهم يعني، مش معترض. يهوذا هو صح 1 عدد 20 أما أنتم أيها الأحباء فابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس مصليين في الروح القدس.
واحفظوا أنفسكم في محبة الله. ابنوا أنفسكم على الإيمان الأقدس. ابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس. طب إزاي؟ مصليين في الروح القدس. معنى كده ممكن أصلي في الجسد. مصليين في الروح القدس. أفسس، رسالة أفسس ستة 18، مصليين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح. مصليين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح. حزقيال كان بيتزق عشان يبقى في الروح. انت بسبب العهد معروض ليك في كل وقت، بس بتحتاج انك تدرك ده، توقف قدام ده، تشوف قبل ما تخش تصلي، تشوف قبل ما تحرك في الصبحية، قبل ما تنزل تشوف معروض ليك المكان ده. وحزقيال بالنسبة لي أنا نادر بتذكره علشان أذكر نفسي واقف قدام مين. رؤية 4 بيعمل نفس القصة بالنسبة لي، حزقيال 1 بيعمل نفس القصة بالنسبة لي، إيه المشيئة، أشعيا 6 بيعمل نفس القصة، لأن كل القصص دي أشعيا قدام العرش، حزقيال قدام العرش، في سفر الرؤية طبعا يوحنا قدام العرش. ايه الدولة، ايه الاصحاحات دي كلها بتقول احنا نوقف فين؟ لما نوقف قدام الرب. لما بحس ان صلاتي بقت عادية بذكر نفسي بحزقيال 1 بأشعيا 6 برؤية 4، واول ما اتذكرهم انا عرفت انا فين، او عرفت معروض ليا ايه، فبقف فين. كانت خدمة الروح في مجد اعظم، فبقف في المكان اللي فيه الاحداث بتتغير 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 بتتغير. عشان الوقت هرجع لحزقيال عشان احنا مشجعة أنت ليه. في مشكلة كانت حصلت في حزقيال، لأن حزقيال كان نبي بيقول لهم في حاجة غلط، فحزقيال كان في الروح عشان يقول لهم في حاجة غلط. ناس كتيرة بتقول أصل في حاجة غلط فكل حاجة هتبقى غلط علشان في حاجة غلط. لا، لما يبقى في حاجة غلط ربنا بيلاقي ناس يحطهم في الروح عشان ينقلوا من حاجة غلط لحاجة صح. اقرأ رسالة كورنثوس. رسالة كورنثوس الأولى كان في حاجة غلط، كان كل حاجة غلط، كل حاجة غلط. دول كانوا بيقدموا بعض المحاكم، كان في زنا، كان مش مميزين مائدة الرب، كل حاجة غلط. أول ثلاث إصحاحات في رسالة كورنثوس الأولى بيتكلم إيه الرسول بولس عن الروح، يقول لك برهان الروح القدس والقوة، ده اعطانا ما لم يخطر على بال الانسان. ده بيتكلم عن الروح القدس في اول ثلاث اصحاحات لكنيسة، لانه في الروح الامور الغلط بتتصلح. تقول لي اصل انا في حاجة غلط في حياتي فانا مش عارف اعمل ايه، اقول لك حلو قوي، محتاج ازقك في الروح، لانه في الروح الغلط بتتصلح. حزقيال كان بيعمل كده، كان بيقول لهم ان في حاجه غلط. افتح معايا حزقيال 8، انا بختم. اقول لكم ببساطه اللي حصل. اللي حصل انه حزقيال ابتدى يشوف مجد ربنا في الهيكل، ابتدى يشوف مجد ربنا، ابتدى يشوف المجد اللي كان على الكروبيم. فالمجد على الكروبيم متحرك للحجاب، خرج يعني من قدس الأقداس، متحرك لعتبة البيت، وبعد اتنقل بعد شوية متحرك مجد ربنا من عتبة البيت للمدينة، وبعد اتنقل بعد شوية من المدينة طلع الجبل. ايه اللي بيحصل؟ بسبب ان الشعب مش مركز في حضور ربنا المجد بيفارق، بس المجد بيفارق حبة حبة. هنا في حاجة بايخة على قد ما هي حاجة حلوة. حاجة حلوة لانه المعنى ده بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا ربنا مش عايز،
بيبقى مش عايز يفارق، مش عايز. ده لغة العهد القديم، يعني خرج المجد ساب الهيكل. فالجانب الحلو انه بيقول لي ربنا بيبقى بيتلكك انه ما يمشيش بسرعة، عشان الجملة عكسها في أشعياء في حزقيال 43 اتلكك انه يرجع بسرعة. هو بيتلكك انه ما يمشيش بسرعة، هتشوفها حالا اجيبها لك. بس في حاجة وحشة في الجانب ده، ان الشعب احنا انا ممكن ما اخدش بالي ان المجد بيتسرسب، ان الحضور بيتسرسب وانا مش واخد بالي وكمل عادي. حد فاهم حاجة؟ فحس انه ما عادي. فاكرين شمشون قال اقوم زي كل مرة؟ لا يا حبيبي، زي كل مرة في حاجة تسرسبت منك. معرفش ان المجد فارق، المجد خرج. اقوم زي كل مره. لا يا حبيبي، لا في حاجه اختلفت. فاكرين ديماس؟ ديماس كان في فريق بولس، وتقرا التسلسل عدينا عليه كذا مره، فمش هقراه دلوقتي. ديماس كان بيذكر قبل لوقا، يقول لك معي ديماس ولوقا. بعديها في الزمن كذا مره في رساله ثانيه يقول لك معي لوقا وديماس. في اخر رساله ديماس تركني. ايه الدنيا اتسرسبت من ديماس وهو مش واخد باله. حد فاهم حاجه؟ ودي خطوره، دي خطوره. الخطوره بتحصل ايه؟ زي ما حصل مع حضره مريم ويوسف بصوره جسديه، انه يسوع اكيد موجود واحنا ماشيين، فما فيش مشكله. اكيد يسوع مع يوسف، اكيد يسوع مع حضره مريم. هي ماشيه، هي ماشيه، الجو كويس، الدنيا حلوه. لو فقدت الوجه لوجه مع حضور ربنا، ممكن يتسرسب منك القوة، يتسرسب مني القوة أنا مش واخد بالي. فعامل زي شمشون، أقوم كما كل مرة. القصة مش كده خالص، قصة غيرت. ديماس مش واخد باله أنه بيتسرسب. كان ديماس ولوقة، بقى لوقة وديماس، بعد شوية ديماس. فتسرسبت منه ليه؟ القصة، هل أنا وجه الوجه الوجه، أنا مرمي في الروح، أنا في الروح. الروح ده يعني حضور رب، يعني المشاهد بتاعت حزقيال 1، أشعياء 6، رؤيا 4، ده المشهد، ده المكان، ده التواجد، دي الحقيقة. واحدة سألت من الرب، كان عندي حاجات كتير أسألها، بس سألت حاجة واحدة، ولأن فيها كل حاجة بتحصل. محتاج شفاء، أوكي أنا داخل أصلي الشفاء. اهدى اهدى اهدى، بس عايز شفاء في الروح. في الروح قدام العرش حضور، الشفاء نتيجة. عايز كلمة من الرب، حلوة. اهدى بس اهدى، سيبك من كلمة من الرب دلوقتي. في الروح، في الروح حضور الرب، مجد الرب، هتسمع صوت الرب. الذين ينقضون بروح الرب هم أولاد الرب. انا عايز اعرف مش عارف ايه، عايز اخش في ايه، عايز اتحرر من ايه، عايز اتعمل ايه، عايز مشكلة في البيت. اهدى بس، ده في النفس، ما تصليش كده. في الروح حضور الرب، في مجد الرب، في المكان ده كل حاجة بتحصل. البلد واللي بيحصل نفس القصة. في الروح، فالمجد ابتدى يخرج سنة سنة. تجد التسلسل ده في صح حزقيال 8، حزقيال 9، حزقيال 10. عشان الوقت انط معاك لحزقيال 43. فالمجد قاعد يفارق سنه سنه لغايه حزقيال 43. 43 ذهب بي الى الباب، الباب المتجه نحو الشرق، ده في هيكل الرب. واذا بمجد اله اسرائيل جاء من طريق الشرق. المجد اللي فارق سنه سنه لغايه صح 11. اذا بمجد اله اسرائيل جاء من طريق الشرق، وصوته كصوت مياه كثير، الارض اضاءت من مجده، المنظر كالمنظر الذي رايته، كالمنظر الذي رايته لما جئت لاخرب المدينه، المناظر كالمنظر الذي رايت عند نهر خبور. يعني شاف الكائنات الروحيه، وشاف البقرات، وشاف المقبب، وشاف الجالس على المقبب جايين من الشرق.
فجاء مجد الرب إلى البيت عن طريق الباب المتجه نحو الشرق، فحملني روح وأتى بي إلى الدار الداخلية. إذا بمجد الرب قد ملأ البيت، سمعته يكلمني من البيت، وكان رجلا واقفا عندي. إن كان العهد القديم في مجد كان بالحري، العهد الجديد في مجد أعظم. فالمجد رجع، اللي فارق من الـ من الـ من القدس الأقداس للحجاب، من الحجاب لباب البيت، من باب البيت للمدينة، من المدينة للجبل، ستيب باي ستيب كده بيترسب، أم بيتلكك عشان يرجع. أول ما بترجع نفسك للحتة دي، الجملة، في جملة متكررة في حزقيال، عارفين متكررة كم مرة؟ 70 مرة. دي الحاجات المهمة أو الحلوة في الدراسة، لما تدرس تجد حاجات كده، في جملة 70 مرة في حزقيال، حاجة هو 20 مرة حملاني روح، دخل فيا روح، رفعني روح، كلمني روح، دي حاجة 20 مرة. لكن في حاجة متكررة 70 مرة، يقولك فتعلمون إني أنا الرب، فتعلمون، دي 70 مرة، فتعلمون إني أنا الرب. في حاجة في تعلمون دي، يعني مش دماغك، لا، دي حاجة بتستعلن جواك، أنت الرب، هو الرب. ده التلاميذ لما بعد القيامة، هو الرب. فبطرس لبس هدومه ونزل المية، هو الرب. فتعلمون اني انا الرب. ولما يحصل كده المجد بيبقى بتلكك، عايز يرجع. في حاجه، في حاجه في الروح لازم نعيش فيها ونكون فيها كل وقت، كل حين، كل حين. تقول لي صعب، اقول لك هنا الايمان وهنا النعمه، وهنا تقول يا رب نعمه، هو ده اللي انت هتصليه دلوقتي. يا رب انا عايز اكون في الروح كل حين، املاني بالروح، فيض عليا بالروح، عايز اكون في الروح كل حين. انا عايز قلبي يركع في الحته اللي انت بتسكب فيها حضورك، انا عايز اكون في الحته اللي فيها يسوع، لان يسوع فيما للاب، مش عايز ادور عليه وبقى الوم انت كنت فين، زي ما مريم ويوسف عملوا. انا عايز اكون في الحته اللي هو بيقول انا عنواني واضح، انا فيما لابي، فانا موجود في الحته بتاعتك يا رب. واول ما برجع واعلم هو الرب، انا في المكان بتاعه، انا مش واقف بتفرج عليه من بعيد، انا بخش في الحته بتاعته، ببقى في الروح، وفي الروح في انتصار. امين. تعالوا نغمض عيننا ونصلي مع بعض. يا رب احنا في الزمن ده محتاجين يا رب حضورك جدا جدا جدا. واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب في الحضور الإلهي كل أيام الحياة. الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين، الساجدون الحقيقيون. أبويا السماوي، عايزين نكون زي المشهد اللي شافه حزقيال، بنتحرك مع العجلات، بنتحرك مع حركة روحك. كنت في الروح في يوم الرب، فجايين نعبدك، جايين يا رب نتواصل مع السماء. أي حد مش متصالح مع السماء يتصالح، أي حد بقاله مدة ما شافش، كان ماشي وحضور ربنا مليه بس الدنيا بتتسرسب، ارجع وجهك قدام وجه يسوع، دي نعمة. أنا وإنت قلبنا بيقف في الحتة اللي بنقف فيها قدام الرب، البيبي والرسول في نفس الحتة، سامرية ويوحنا، هم نفس القصة في الروح. بنعبدك يا رب، أنا الله روح، وحيث روح الرب حرية. نعبدك يا رب لأنك مش من هنا، جيت هنا عشان ترفعنا لهناك، وعشان نجيب هناك هنا. نعظمك لأنك روح، نعظمك لأنك لا مثل لك، مرتفع عالي فوق السماوات اسمك. بنعظمك أنك جيت هنا عشان تفدي هنا، عشان ترفعنا لفوق. أنا إن ارتفعت أجذب إلي الجميع،
وارتفعنا معاك لفوق في الروح، بيأتي ملكوتك كما في السماء. حرك يا رب حركة روحك فينا وراك، خلي الجنين اللي فينا يرتقد تجاه روحك زي ما يوحنا ارتقد تجاه يسوع جوه أليصابات. حرك أحشائنا وراك، حرك أحشائنا وراك، نحب حضورك، نحب اسمك، بنحب مجدك، بنحبك آبا الآب. يسوع صالحنا مع الآب، قال ينبغي أن أكون فيما لأبي. ما أمجد اسمك يا رب، تعالى إملى 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 بحضورك، إملى بمجدك، خلي كل حتة فينا تبقى في الروح. الرب هو الروح، حيث روح الرب حرية. أما الرب فهو الروح، وحيث روح الرب حيث روح الرب هناك حرية. أما الرب فهو الروح، وحيث روح الرب حيث روح الرب هناك حرية. حيث روح الرب هناك حرية، فهنا الآن، فهنا الآن. حركة ملائكية حيث روح الرب هنا، روح الرب حرية، يسوع هنا هنا أنت هنا الآن. لنا حريتك أولاد الله، نطيرين مجدك يا من
إلى مجدي كما من الرب الروح نتغير نتقدس ناطرين مجدك إلى مجدي كما من الرب الروح نتغير نتقدس بمد ايدك معايا قاعد او واقف مش فارق المهم قلبنا باسم رب يسوع قول يا رب انا عطشان جدا يا رب عطشان جدا لسكيب زيت عذارى الحكيمات كان معاهم زيت زياده قول يا رب انا جايه اريد فيض من الروح بخش بايمان للحته اللي فيها وجه الاب على حساب فدا يسوع بخش بالايمان الحتة اللي فيها أبي آبا الآب لم نأخذ روح العبودية بل أخذنا روح التبني بنصرخ آبا الآب الروح فينا بيصرخ آبا الآب الروح القدس اللي جوانا وإحنا في الروح في صراخ بيخرج آبا الآب فأنا عايزك دقايق كده صلي اعرف إنه في آبا متصالح مع السماء لك دخول لنا الثقة لنا جرأة لنا مجهرة لنا لك انك ترمي نفسك في النهر حسقيال شاف الروح بطرق متنوعة تنبأ للروح انه يهب على العظام شاف النهر اللي خارج من المسبح بيعبر وبيخرج للصحراء وبيحول الصحراء لانه القصة في حسقيال هو حركة الروح القدس اللي بيأثر في الأحداث في البيت في الصحة في البلاد هو حركة الروح القدس هو العجلات العالية هو النهر الخارج هو الريح اللي بيهب قال هب يا روح فافتح إناءك معايا أنا فاتح إنائي معاك بقول له يا روح الله هب علينا هب على بلدنا هب على كل بيت على كل احتياج على كل ظروف على كل صحة إملان هب علينا في اسم الرب يسوع ارمي نفسك ارمي اتكالك هو ده الاتكال هو ده الايمان الايمان اللي انت بترمي نفسك ارمي نفسك على الحضور الالهي في الروح ما تتفرجش على النهر معدي ارمي نفسك في النهر ارمي قلبك صلواتك اتكالك ميل على الحضور الالهي قولوا أنا محتاجك بدونك لا أستطيع بك أستطيع محتاج الزيت النازل محتاج الحضور في كل لحظة محتاج أرى وجهك في كل خطوة محتاج أبصر حضورك في كل ما أفعل محتاج إني إدراك داخلي يبقى في إدراك داخلي لحضورك ما يتسرسبش القوة ما يتسرسبش الحضور ما يا رب لكن بفتح برجع فأعرف فتعرفون إني أنا الرب نعم يا رب بنرجع قلوبنا قدامك بنعلن أنت الرب وحدك بكل خطوة على البيت على الظروف على الشغل على الارتباطات على الصحة على البلد أنت هو الرب وحدك عينينا مرفوعة ايدينا مرفوعة قلوبنا مرفوعة صلواتنا مرفوعة ايماننا مرفوع امامك الى من نذهب يا رب حال ابدية عندك سكبين قلوبنا عندك اسم الرب يسوع املوا فيه كنت في الروح في يوم الرب فرأيت فسمعت كان رجلا واقفا عندي وسمعت المتكلم
احملنا روح الله الى حيث انت جالس، احملنا الى حيث مجدك وحضورك، احملنا. فرفعني روح وجاء بي، مكتوب حزقيال قال كده، قل يا رب دخل عيني ومشاعري لحضورك لمجدك لصوتك، دخل ارواحنا قدامك باسم رب يسوع. أرسل روحك يحملنا ويأتي بنا أرسل روحك يحملنا ويأتي بنا إلى حيث أنت تريد أن تشاء روحك، إلى حيث أنت جالس، إلى حيث أنت نائم، إلى حيث أنت تريد أن تشاء روحك، أرسل روحك المولودين من الروح. هكذا كل من ولد من الروح الريح تهب ويأتي بنا أرسل روحك يا دايكا
رب يملي العطش. طوبى للجياع والعطش انهم يشبعون. واحدة سألت من الرب، الدهن الطيب بينسكب من الرأس على كل عطش، على كل احتياج. رب جمرات نارية، رب زيت منسكب، رب مليان حب وحنان واحتواء، رب مليان انتصار وغلبة أسد، رب مليان فداء، ورب مليان إعلانات روحية، رب مليان محبة شافية، رب مليان لمسات نارية، رب مليان انتصارات لأنه أسد غالب وخارج لكي يغلب، رب مليان فداء لكل أمور صعبة وخزي، رب مليان إعلانات ومليان إمكانيات سماوية لأن رب النسر، الرب فادي، الرب أسد، والرب مليان حنان. استقبل كل ما بيحمله لك الروح لأن الروح يمجد يسوع. الروح بيتحرك وبيعلن ليك عن يسوع. يسوع قال عن الروح القدس ذاك يمجدني، ذاك يذكركم بكل ما قلته لكم. فالروح بيحمل ليك يسوع، الروح بيحمل لك يسوع، بيحمل لك الغلبة، بيحمل لك الحب، بيحمل لك الفدا، بيحمل لك الشفة، بيحمل لك الإعلان بكل أمور سماوية باسم رب يسوع. لو تحب مد ايدك معايا مره كمان، قول يا رب انا محتاجك جدا، محتاجك جدا. شعر ده وقت كده بنتملي لانه كل وطاء بيتملي، كل حته رب بيملى بيملى بيملى. اجعلوا الوادي جبابا جبابا وانا املاه ماء. كل حته كل حته جبابا محفوره رب يملاها ميه. شعر كده واحنا عمالين بنطلب بنعطش، رب عمال بيملى الوادي المحفور مياه 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 مياه. تعالوا الوادي جبابا وانا املاه ماء باسم رب يسوع. في مواجهه الحرب قال اجعلوا الوادي جبابا، انا اجعله من ماء، انا املاه ماء باسم الرب يسوع. املا 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 املانا ابويا السماوي، املا كل احتياجات، املا كل اضطرابات، املا كل امور نفسيه، املا كل احتياجات مرضيه باسم الرب. املا الخدام الموجودين هنا، املا الاعلان يا رب في حياه كل واحد واحده هنا، املا ارواحنا هبات وثمار الروح القدس. املانا باسم الرب يسوع، قولوا املاني من كل صنف صنف مكتوب أهراؤنا ملآنة، مخازن الرب ملآنة. فأطلب أطلب أطلب، لك جرأة لك مجاهرة أن تطلب. أطلب وسيرى منصور ربي علينا في الأرض الملك هو وسطهم.
شعبه بدمه قد صار قرار إلهنا والسلطان الملك لا نهاية الملك لا نهاية السلطان لا تسبيح تسبيح لا نهاية نعلنوا يسوع الملك لا نهاية السلطان لا نهاية تسبيح لا نهاية نعلنوا منتظر الرب يجددون القوة. ارفع ايدك معايا لو تحب. لا انهاك في وسط الطريق، لا اعياء في وسط ايمانك، وقفة ايمانك لظروفك او لشفائك او لبلدك. صلي معايا ضد الاعياء او الانهاك او التفشيل اللي بيحصل في نص السكة. ارفض انك تقف في نص السكة، لا تطرح ثقتك، لها مجازاة عظيمة. لا تقف في نص الطريق، قول يا رب لا أريد أن أعيا، لا أريد أن أستنزف، أنهك في نص الإيمان، أكمل الإيمان يا رب، طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم العمل، لا إنهاك في إيمانك، وأنت رايح تجاه الشفاء، تجاه الظروف، تجاه البلد، وأنت بتتحرك في صلواتك بإيمان، لا إنهاك، أطلب معي، أنا بطلب معاك ليا. فبنطلب معا نعمة معونة في الطريق، نشرب من النهر في الطريق، لذلك نرفع الرأس. فتو كده يشرب من النهر في الطريق لذلك يرفع الرأس. لا إعياء، لا انحناء، لا انهاك في اسم رب يسوع. المعيا يجدد القوة، عديم القدرة تكسر له الشدة. يجرون ولا يعيون، يتعبون ولا يجرون ولا يتعبون، يرفعون أجنحة كالنسور في اسم الرب يسوع. صدق معي ان في نعمه تنسكب من اجل الاستمرار، من اجل الانطلاق، من اجل من اجل انك ما توقفش في السكه. نعمه 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 اسكب، نعمه نعمه للتتميم. اطلب معي نعمه للتتميم، نعمه للاستمراريه والثبات، نعمه لتتميم العمل يا رب، نعمه لتتميم الشفاء، نعمه لتتميم الاختراقه، نعمة لتتميم الخدمة في حياة كل الخدام اللي هنا، نعمة لتتميم الدعوة في حياة كل واحدة واحد هنا، نعمة لتتميم إرهاب في اسم الرب يسوع. ما نوقفش، ما نبتديش وما نكملش، لكن اسكب نعمة علينا يا رب معك، نعمة لتتميم الدعوة، لتتميم الشفاء، لتتميم الاختراقة اللي انت واقف من أجلها في اسم الرب يسوع. فتروي أرضنا، يدك تصنع فلن يبدى شعبك. ترث مضرت علينا، فتروي أرضنا، يدك تصنع فلن يبدى شعبك. إلى رحب ترحب في أنت تفرغنا، إلى أرض متسعة أنت تطلقنا، إلى رحب ترحب في أنت
فتروي أرضنا يدك تصنع فلم يمنى شعبك في وسطينا. أؤمن بذراع الرب الناري بألسنة نارية تلمس كل احتياجات في هذا المكان باسم رب يسوع. كلنا نرفع ايدينا كده. أي أحمال نفسية، أي اكتئابات، أي أثقال نفسية في محضر الرب ترتفع، لأنه تروني فتفرح قلوبكم قال يسوع. فأنا بصلي أبويا السماوي كل أثقال، كل أحمال نفسية تترفع بإيمان كده. ارفع ايدك معايا وصلي، حتى لو انت مش عندك ده، احنا بنصلي معا باسم الرب يسوع. اي اثقال، احمال، سحابات سوداء، استنزافات باسم الرب يسوع. اي امراض في وسطنا، اي الام، اي صديد، اي اماكن فيها صديد، اي اماكن في الاذان فيها تعب، اي عمليات جاية، اي امراض، اورام، اي اورام، اي لمسات للدم، رب يلمس الدم. فصدق معي بذراع الرب اللي بتمتد إلى مفرق النفس والروح، إلى المخاخ، إلى العمود الفقري، إلى سحاء العمود الفقري، وتلمس باسم الرب يسوع. أي تحاليل محتاجة تتظبط. وقت اللي فات جالنا تقارير كتيرة بتحاليل اتظبطت بطريقة معجزية. أي تحاليل محتاجة تتظبط، صدق معي كده لمسة الرب. ما دام الرب في مجلسه بتفوح نردين رائحته، حضور الرب بيحمل نتيجة. فاستقبل من الرب مباشرة في حضور الرب باسم الرب يسوع. أي ضغط عالي، تيجي تصدق أن ضغطك العالي يتظبط باسم الرب يسوع. باسم الرب يسوع. أياً كان نوع المرض، أياً كان نوع المرض باسم الرب يسوع. هو خبز البنين، بنعلن خبز البنين، خبز البنين شفاء. هو حمل أمراضنا، بجلدته شفينا باسم الرب يسوع. في نهاية الاجتماع لو تحب ترفع ايدك معايا مرة تاني، صلي من أجل البلد في هذا الزمن. في صلوات كثيرة لازم تخرج مننا، من
اسبوعين فاتوا قلت احنا قدامنا شهر ونص من الصلاه، لانه قصة مش انتخابات ولا الاولانيه ولا اللي جايه، لكن حتى ما بعد اللي جايه في محتاجين نغطي الوقت ده صلاه. الايه اللي جوايا يجعلوا الوادي جبابا جبابا وانا املاه ماء. فجبابا ده بسبب الصلاه، انت الصلاه بتحفر حاجات ورب يقوم جايب الميه ويغطي الزمن ده. فارفع ايدك معي وقول يا رب املى بلدنا بمياه جايه من فوق، حرك مياهك على بلدنا في هذا الزمن باسم الرب يسوع. حضورك، روحك، مياهك تحرك الاحداث. ما زال الرب يريد كورش يملك على بلدنا، يسود. السياده الالهيه هي اللي بتسود على بلدنا في اسم الرب يسوع. رب يدور على كورش اللي يعرف يكلمه ليس بحسب استحسان الناس. انت دورك وانا دوري نرفع ايدينا للرب، نطلب امطار، نطلب انه يملا يحرك روح سيادته الالهيه عليه في اسم الرب يسوع. لا اضطراب، لا تحليل العالم، لا تحليل الناس، لا تحليل التلفزيون، لكن الرب لك اسد، الرب لك محبه، الرب لك فدا، والرب لك اعلان. بنعظمك ابويا السماوي لانك حطتنا في الوقت ده في الزمن ده في البلد دي عشان نقول لك واقفين في الثغر عن الارض في اسم الرب يسوع. فمجد اسمك علينا، مجد اسمك على بلدنا في هذا الزمن. مجد اسمك، مجد اسمك على بلدنا في اسم الرب يسوع، في اسم يسوع. محبة الله الآب، نعمة ربنا يسوع المسيح، شركة وعطية الروح القدس تكون معكم وتدوم فيكم من الآن إلى الأبد. أمين. ربنا معكم. أذكركم يوم 15 الشهر الجاي هيبقى في يوم شباب هنا في القاعة، هيبقى جمعة يوم شباب في القاعة هنا يوم 15 جمعة، مش عارف بعد كم جمعة، بس يوم 15 هيبقى في يوم شباب في القاعة هنا. هيبقى ربنا معكم.